الثور. الثور، خلي بالك من ضياع مقتنياتك يا مولود الثور الفتره اللي جايه، في حاجه هتضيع منك. هتكتشف يا مولود الثور زيف او خداع او كذب شخص عليك. عندك صداع ملازمك او حاجه تخص العين الفتره دي. اكثر من شرب الماء ضروري جدا جدا جدا، دي مهمه جدا للثور. في شريك من برج مائي كنت بتحبه لكنه هيضايقك او يزعلك، في موضوع شاغل بالك جدا جدا هيتحل قريب. بتفكر انك تغير حاجه في سكنك او مسكنك او بيتك يا مولود الثور، يعني تغيير عتبه او تغيير او حاجه جوه البيت، الوان ديكورات. بينتظرك مبلغ يحمل رقم 8 او 12 بمشتقاته. 12 مليون مثلا، 120 يعني رقم 12 في الرقم. مين يزود يا رب؟ انت كمان ساره بتقول لك يا رب. يا رب. انت كمان يا مولود الثور هتتخلص من طاقه سحر او حسد، هتحتفل وتفرح بحاجه كنت مستنيها بقالك كتير قوي. في حركه سفر، في حركه سفر نشطه لبعض مواليد الثور. عندك استعاده شهره او انتشار، لكن خلي بالك يا مولود الثور في كلام من ورا ظهرك بيدور. انت الفترة اللي جاية هتقرر تتحرك وتخرج من عزلتك. خلي بالك من الصداع وضغط العين او اي حاجة تخص منطقة الراس. هتحقق استقرار مالي ملحوظ في اخر شهرين في السنة. طيب الثور كده ايه الوقت الحلو ده؟ بس في حاجة المولود الثور يعني قلقاني شوية. عندكم بحث، انتوا بتبحثوا في حل المشكلة مع حد من افراد العيلة قريبين. بنتك، ابنك، اختك، امك، ابوك، في حد من دمك او معاك في العيلة انت بتحاول تدور على حل المشكلة. بعض مواليد الثور في علاقة ثلاثية، يعني سيدتين ورجل. هم يعني قلقانين بخصوص علاقة ثلاثية، لكن الرجل أو الشريك متمسك بيك وبالطرف الآخر، بيلعب على ناحيتين أو بيحب الاتنين. خلينا نقول بيلعب على الاتنين، بيحب الاتنين، مش قادر يستغنى على الاتنين. يا مولود الثور أنت بتدفع ثمن اختيار خاطئ أو غلطة عملتها سببت لك مشاكل نفسية كتير، وأنت بتحاول التعافي والخروج منها. عندك عملية بيع وشراء ناجحة جدا في عودة غائب لحياتك، هتحاول تعدي فترة مرهقة وهتعديها على كل خير. يعني في فلوس جيدة وعودة غائب دي أبرز. عنده حاجات حلوة، بس احنا حذرنا برضو من حاجات مهمة، العلاقات الثلاثية، الصداع، العين، يشرب مية كتير قوي. مولود الثور لازم الفترة اللي جاية يكتر من شرب الماء. الجوزة.